أولا ما جرى يوم أمس هو تجاوز لكل الخطوط الحمر، وهو بدون شك تطور خطير جدا، ولكن الحديث عن قدرة إسرائيل القتال على عدة جبهات، الوقائع الميدانية أكدت بأن لا قدرة للعدو، بالعكس هو قد يكون قام بتطوير أو توسيع دائرة الاستهدافات، هو هروبا من فشله في غزة وعدم تحقيق أي من أهداف العدوان على غزة. نعم، ما يجري من استهدافات إن كان على مستوى اغتيال المستشار بالحرس الثوري رضا موسوي أو الشيخ صالح العروري، واليوم في إيران، نعم هذا تطوير للمواجهة، ولكن كل هذا جاء في سياق الحرب التي تجري بين محور المقاومة وبين الكيان الصهيوني الذي يستند بشكل أساسي إلى الدعم الأمريكي. نعم، ربما هو يريد توريط أمريكا أكثر فأكثر، هو سعى إلى هذا التوريط منذ اليوم الأول، وأمريكا أيضا قامت بتأمين كل الدعم للكيان الصهيوني حتى من خلال إرسال البوارج إلى البحر الأبيض المتوسط تحديدا على جبهة لبنان، وأيضا الآن تحاول بناء تحالف عسكري في البحر الأحمر. طيب.